انا عمره هنا في اسبانيا شفت مش على راسي هنا جوج اورو سبعة. كنا عمرنا في الاول 185، كنت زدت انا عاوتاني زدت واحد 45. دابا عاوتاني راها شوف هاد القضية هادي كاع ما كنت عارفها. بحال انايا هنايا شوف درت 190 اورو عطيتها 200 باش ترد لي 10 اورو ردت لي 167 هاهي هنايا يعني زادت لي 23 اورو يعني بحال هذيك 23 اورو حيدتهم الضريبه نتاع الدوله يعني بحال اللي كيعاونوا في المازوت حيت غالي القضيه زوينه دايرينها احسن طريق تقدر تدوز عليها باش تكون غادي للمغرب هي هاد الطريق هادي نتاع سان سيباستيان المناظر اللي فيها ما كاينش مشيت شحال من دول دزت عليهم العام اللي داز مشينا لتركيا دزنا على هونغرايا او النمسا السيرب بلغاريا حتى تركيا وما فيهاش بحال هاد المناظر هادي مناظر خلابة ديال بصح طبيعة ديال بصح والله كيفاش خادمين هنا هاد لوتوروت وسط الجبال والغيران وداكشي باص ولا باص لا باص وإيه راك تشوف؟ شوف شوف هذا شوف هذه هي اسبانيا دابا ها هو مع الجبل بلاتي عاوتاني طلع اسبانيا خصها السيارة تكون مجهدة الموتور ما يتغلبش مع العقابي ولا الطوموبيل ما تكونش متقلة كتكون بحال هكا في الغار ترى وحده كتخرج هكا في الطبيعه سان سيباستيان دابا غادي اتجاه تاع مدريد
هاد الطريق كاملة صافي، مابقاش داك الجبال الخضر ولا دابا الطريق كاملة غادي غير يعني وطاق. دابا حنا واصلين هنايا 1330 كيلومتر وراها 3:30، دابا حنا جابدين الطريق. احنا وصلنا هنا لواحد ستاشون بعيد شي 400 كيلومتر على الجزيرات باش ندخلوا ان شاء الله على طنجة. وكاين هنايا هادو كيبيعوا هنا التيكي، كاين حتى عند الباطو تما كاين بزاف يبيعوا التيكيات، ولكن انا موالف كنجيب قبل، كنجيب قبل باش كنتهنى. ايوا غادي ندخل ان شاء الله ندير التيكي باش نتهنى. كيعجبوني التالي ها، كاينين دوك صحابي البطيخ، هما عندهم البطيخ هنا زوين. صاي جبنا البيي، ها هو البيي هنايا. ايوا سولت السيد قلت له واش مسموح تصور الداخل، قال لي من الاحسن لا. قلت له صافي اختراماتي. ها دابا نمشيو نكملو الطريق ان شاء الله. بالنسبه للثمن حسب لي هنايا 300 طورو، ثلاثه الدراري صغار وجوج كبار. ايوا صافي تهنينا. هنا غادي نوري لكم، هنا غادي نوري لكم البيت اللي شدينا هنايا. وين بيت عادي بنادم فين يتكا يريح واحد شويه. دوزنا الليله الاولى في الطوموبيل، دابا خصنا لا قد نرتاحو يعني بنادم يقبض الناموسيه ديالو يرتاح نيشان دوش عاوتاني. هنا على برا كما تشوفوا هنا الطوموبيلات او فاصلك تما كاين العساس. دوك نخرج برا عاوتاني نصور لكم على برا. كما كتشوفوا معايا لوطيل جاي على جنب الطريق، وهنا تباركي اللوطو ديالك هنايا. ولا ليها احسن كاع من الظل، كتشوفوا ليها هو العساس ليها هو تما. ولوطيل هو هذا، الثمن ديالو 85 اورو النهار. غادي نخلي لكم النمره ديالو حيت هو راه 200 كيلومتر قبل الخزيرات. بنادم الا وصل هنايا ودوش ونعس مع راسو بحال دابا يفيق الصباح يكمل الطريق ديالو ويدوز داكشي نتاع الباطو، يدوز زين زعما ماشي كيما كيوصل بنادم عيان الباطو. كيما كتشوفوا معايا هنايا الماكله ما عندهمش يعني اللحم ولا مصنوعين بالخضره،
كيبان لك بحال اللي الخبز فيه اللحم ولكن ماشي لحم. واو دوماندي هنا وائل قلت لها فيك الجوع. شوف هذا هو اللي قال لك فيه الكثره اللي ما فهمتش. واو هذا دابا تمغي بالخضره. المهم ما علينا. الثمن ديال هذا المني هنايا 7 اورو الوحده. صافي مشيو. واو مروان يا ماشي مع راسك. ولكن اجي تشوفوا اسبانيول ما فيهاش شي فيها جات يعني بحال فرنسا. نقدر دابا نخلص واحد جوج اورو ولا ثلاثه صافي. شي ما كاين انا نقدر نخلص 5 اورو. لا داك الشيء اللي كاين قبل فت واحد الفيه خلص فيه يمكن جوج اورو. واحد الملاحظه لاحظتها هنايا الا كاين واحد الفرق كبير ما بين المعامله نتاع السبنيول نتاع بدري ونتاع دابا. وهذاك الشيء كامل جاي من هاد العامين هادي باش كانت كورونا باش ما كانوش المغاربه هنايا. كنت مشيت لي واحد لوطيل نشوف واش كاين شي بيت ولا تما قال لي راه كومبلي. قال لي صبر صبر خرج معايا حتى لبرا بقينا عارفين فين نمشي فين هادي. يمكن كاين عيط لي شي واحد صاحب ولا ولكن كيفاش بقيت تعامل معايا وهذاك الشيء شي مشكل. قلت ما عندي مشكل عاوتاني كنزيد كندخل شي سباسيون عاوتاني معامله زينه يعني كاع البلايص اللي دزت معاهم هنايا السبنيول هذا العام هو واحد الفرق اللي زعما الصراحه كبير 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 بزاف. حسوا بينا حسوا بينا داك الشيء اللي بان جا لي اسمك كتخلوهم هنايا. هنا وصلنا للباطل الحمد لله. شوفوا شحال راحنا واصلين دابا. شحال من كيلومتراج 2268 من رطردام حتى
حتى الخزيرة. بخير دوزنا الطريق مزيان الصراحة، ما شدينا لوطير تحينا نعسنا مزيان دوشنا وراها كلينا مزيان. كانت باقي لنا 200 كيلومتر بلاد ملي كيكون معمر شوية الجهد ديك 200 كيلومتر كاع ما كيحس بيها. والباطو عاوتاني دار ساعة ونص والباطو دخلنا ديريكت، عمرو ما وقع لنا بحال هاد العام من لوطوروت وقسمنا كبلا من الرياض ديريكت دخلنا ديريكت. مع كنا مقطعينها بعدا في الطريق صافي عاوريتهم بيا قال لي زيد دخل ديريكت. صافي دابا باقي لنا واحد 600 كيلومتر غادي نمشيو لكرسي ان شاء الله باش نعيدو مع العائله. الغدا الحد العيد الكبير يعني اليوم السبت غادي نوصلو في الوقت ان شاء الله، وموراها ان شاء الله غادي نمشيو لوجده المدينه ديالنا. صافي هنا راه عندي هنايا 2357 كيلومتر اللي راحنا واصلين دابا. وهنا دابا شحال راه الساعه؟ راه دابا راه 9 ديال الليل يعني يكون فينا 49 ساعه. صافي والحمد لله دابا نكملوا هاد الطريق مع الوليدات. ياسمين